مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من الطبق طبقنا. بنكون معاكم من الساعة 12 للساعة 1، مستنين طبعا تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي بتظهر قدامكم على الشاشة. وما تنسوش ان كل حلقات الطبق طبقنا وكل برامج اي تي سي موجودة على قناة اي تي سي على اليوتيوب، لو حابين ترجعوا لها في اي وقت تتفرجوا على اي حاجة فاتتكم. طبعا عايزاكم بقى يلا تصحوا وتكلمونا وتعملوا معانا الاكل اللي احنا هنعمله النهارده. احنا امبارح كنا عاملين منيو صيامي، النهارده عاملين منيو سمك عادي، بس في جزء كبير جدا منه ينفع صيامي، ده لو ما كانش كله. وهقول لكم واحنا شغالين تشيلوا ايه وتحطوا ايه عشان تكملوا الوصفه تبقى كامله من اولها لاخرها لو حابين تقلبوها صيامي. احنا النهارده عاملين منيو سمك عادي خالص، بس هقول لكم لو في كام حاجه تركايه ممكن نشيلها عشان اخواتنا المسيحيين اللي صايمين اليومين دول يقدروا برضو يعملوا معانا المنيو اللي احنا عاملينه النهارده. اول حاجه هنعملها هنعمل كفته سمك بطريقه لطيفه ولذيذه وبسيطه. ينفع نشيل السمك ونحط مكانه جمبري، ينفع نشيل السمك ونحط مكانه كاليماري، فزي ما انتوا حابين. ينفع نعمل ميكس اللي انتوا حابينه. تعالوا نجيب نص كيلو سمك كده فيليه، لو بولتي تمام هيبقى زي الفل معايا في الوصفه دي، او اي نوع سمك فيليه انتوا حابينه. لو حابين بولتي عشان سعره كمان يبقى مناسب ناس كتير هيبقى معاكوا زي الفل. عندي خضره مشكله، هشيل بس العيدان اللي منها اللي فيها، وعندي كمان اتنين بطاطس مسلوقه لو حجم البطاطس مش كبير قوي، او بطاطسايه كبيره مسلوقه. عندي كمان معلقه صغيره من الثوم المفروم وملح وفلفل وكمون وبابريكا، وعندي بهارات سمك لو متوفرة، مش متوفرة خلاص مفيش مشكلة خالص. وعندي 3 معالق من البقسماط هربط بيهم، وبشر ليمون، وهعمل صلصة كده لطيفة فيها طماطم مكعبات وفيها عصير طماطم، صلصة طماطم، ملح، فلفل، كمون، ثوم، بصل، خل. تعالوا نقول المقادير تاني. هجيب سمك فيليه، هجيب سمك فيليه بولتي، هجيب نص كيلو، كيلو على حسب الكمية اللي انتوا حابينها. خضرة مشكلة بدون عيدان، مش عايزة العيدان اللي فيها. وعندي 2 بطاطس مسلوقة لو حجمهم صغير، أو 1 بطاطس كبيرة مسلوقة. وعندي معلقة صغيرة ثوم مفروم، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، بهارات سمك لو متوفرة، مش متوفرة خلاص. وعندي 3 معالق من البقسماط وبشر ليمون. وعندي الصلصة اللي أنا هعملها فيها، طماطم مكعبات وعصير طماطم وصلصة طماطم وملح وفلفل وكمون وثوم وبصل وخل. تمام، تعالوا واحدة واحدة كده نشتغل فيها مع بعض. وممكن الكفتة دي تعملوها بطريقتين، ينفع تعملوها في صلصة زي ما أنا هعمل النهاردة، وينفع تعملوها بالبيض والبقسماط. فعندكم الاختيار ده وعندكم الاختيار ده، فشوفوا انتوا حابين تعملوها ايه. ممكن تعملوها زي الاقراص كده، زي كانها اقراص طعميه كده مبططه كده شويه وبالبيض والبقسماط، ينفع. ينفع تعملوها زي الصوابع بالبيض والبقسماط برضو ينفع. ينفع تعملوها زي ما انا هعملها النهارده مع الصلصه اللي موجوده عندي برضو ينفع. يعني كذا حاجه تقدروا ان انتوا تسووا بيها الكفته اللي عندكم دي، هتدي طعم. بس في الاخر الكفته من جوه واحد، يعني نفس الخطوات، نفس المكونات، نفس كل حاجه، بس دي هتدينا طعم ودي هتدينا طعم تاني خالص. ممكن نعملها بانيه تبقى مع مكرونه وحاجات كده لطيفه، ولو عملناها بالصلصه كده بتبقى مع رز برضو حلوه جدا هتعجبكم قوي. اول حاجه عندي طبعا في الكبه هحط السمك، هقطعه اي تقطيعه كده ان انا كله كده كده هيتفرم. هحط عندي البطاطس اهو زي ما قلت لكم كده، هحط يا بطاطستين صغيرين يا بطاطسايه كبيره بالشكل ده كده. وهبدا احط الخضره المشكله، شبت، بقدونس، كزبره، شويه كرفس، حاجه واحده موجوده عندي مفيش مشكله. بصوا اللي بيبقى حلو قوي كمان مع الرز الشبت والكزبره، بيبقوا من الحاجات الحلوه قوي. تمام اهو كده بالشكل ده. وهبدا بقى احط عليها معلقه ثوم كده صغيره، هفرم كل الكلام ده هنعمه خالص مع بعض. حابين برضو لو للولاد تحطوا مثلا كوسه، تحطوا جزر، تحطوا تدخلوا معاه خضار كمان جوه الوصفه دي ينفع. ينفع تزودوا جمبري، ينفع تزودوا كاليماري، ينفع تعملوها جمبري بس، ينفع تعملوها كاليماري بس. انا قلت النهارده يبقى منيو برضو ايه، انا اليومين دول بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم حاجات موفره ومكوناتها موجوده في البيت، وتبقى اهم حاجه طعمها يجنن وحلوه جدا. هناخد ام محمد واحنا بنحط البهارات، عندي بهارات سمك
وكمون يا ام محمد. ايوه يا شيف اسماء، ازيك يا ام محمد؟ تمام والبابريكا اهي. الحمد لله، بحبك قوي والله. وانا كمان بحبكم جدا. وربنا صباحك زي الفل يا ام محمد. صباحك عسل يا الله يخليك يا حبيبتي. كنت عايزه اسال حضرتك على طريقه الهريسه الاسكندراني. حاضر، عيني. انت قصدك الهريسه الحلويات صح ولا الهريسه الشطه؟ لا تمام. الحلويات. حاضر، عيني. نعملها كمان مع بعض يوم. عيني يا حبيبتي. عملتي الاكل ولا لسه؟ نعم؟ عملتي الاكل ولا لسه؟ بدأتي الاكل النهارده ولا لسه؟ لا بقى لسه، بنعمل عشان بناكل بعد العصر، ما احنا بنشوف حضرتك وبعد كده بعمل بقى الحاجه. الله يخليك. بعد حضرتك على طول. حبيبتي ربنا يديكي الصحه حبيبتي. ماشي يا جميل، حاضر، عينيا. شكرا يا محمد. بصوا، حطينا السمك، حطينا عليه البطاطس، حطينا الخضره المشكله، حطينا الخضره المشكله زي ما قلت لكم، شبت، بقدونس، كزبره، كرفس الموجود عندكم، بس اكتر حاجتين بيبقوا حلوين قوي معاها الكزبره والشبت، وكمون وبهارات سمك، بابريكا، ملح، فلفل، معلقه ثوم، كل الكلام ده هضربه مع بعض كده، واحط عليه بشرة ليمون بسيطة خالص. أهم حاجة ما تحطوش بشرة الليمون لو انتوا مش متأكدين ان انتوا مش هتبشروا الجزء الأبيض عشان ما يمررش معاكم. هضرب كل ده كده مع بعض لحد ما ينعم خالص. هديله تقليبه كده عشان اتاكد ان كل الحاجه بتختلط زي بعض. ممكن اهي المعلقه اهي عندي اهو، عشان اتاكد ان السمك وكله بيتفرم زي بعض. هديله كده تقليبه كده، لسه ما حطيتش البقسماط، خلي بالكم. هبدا بس ايه، انزل كده كل الاطراف واسيبها تتعمل تاني او تتضرب تاني عشان اتاكد ان كله بينعم معايا. بصوا، في المرحلة دي هبدأ أربط بالبقسماط اللي عندي. هحط، بصوا، بالمعالق كده، هحط لحد ما تتربط معايا. أنا حاطة في المقدار حوالي 3-4 معالق من البقسماط. هشوف كده لو احتجت تاني هزود. انا بربط بالبقسماط، البقسماط هو اللي بيربط لي الكفته اللي عندي. كده كده تمام جدا. هبدا اشوف محتاجه بقسماط تاني ولا لا. هنزلها في بوله وهقول لكم، هشيل بس السكينه عشان اعرف انزلها براحتي. هنضف كده السكينه واشوف محتاجه تاني بقسماط، بس في الغالب مش هنبقى محتاجين تاني ولا لا. بصوا، هنزل بس كل الكفته كده من السكينه عشان ما نتعورش واحنا بنشيلها، خدوا بالكم من الحاجات دي. وهبدا اجيب بوله احط فيها كفته السمك اللي عندي، هفضي كده الكفته اللي انا فرمتها وهشوف لو محتاجه بقسماط المها تاني ولا لا. اهو كده بالشكل ده اهو. وهجيب شوية بقسماط اهو، وهشوف كده وانا بعجن لحد ما تلم معايا تماما وتبقى مش ملزقة وعارفة ان انا شكلها. بصوا، فيها تلزيقة شوية، هعجنها بشوية بقسماط لحد ما اقدر اشكلها. يعني هتوقفوا امتى بقسماط؟ لما تحسوا ان انتوا عارفين تشكلوها مش بتلزق في ايديكم اهو. شايفين؟
اعرف اكورها، اعرف اشكلها اقراص، اشتغل بيها بمنتهى السهوله. اهو شايفين نعمت كلها دخلت في بعض، الخضره بالبهارات بكل حاجه. هلا بس الجلافز ده كده عشان خلاص هيبقى ملزق، وهبدا اشكل الكفته اللي عندي. طب هشكل الكفته زي ما قلت لكم، هشكلها اقراص، هشكلها اعملها بانيه، هعملها صوابع زي ما انتم حابين، هعملها بالشكل اللي انا حابه ان انا اكلها بيها. انا النهارده هعملها زي ما بنعمل الميت بولز كده، هنعملها كده بس هنعملها بالسمك. اهو هجيب كده كوره بالشكل ده وابدا اعملها اكورها كده. شايفين خلاص انا كده مش محتاجه احط بقسماط، مش بتلزق معايا. ممكن تحطوا كمان نقطه زيت في ايديكم وانتوا بتشكلوها، هتسهل معاكم كتير. تمام تمام. هجيب بقى الكور اللي احنا عاملينها اهو، تقدروا بقى تتحكموا في الحجم بتاع الكور، كور صغيره زي كده، كور كبيره، مفيش مشكله. اللي انتوا حابين تعملوه تعملوه. بصوا ده حجم اهو وده حجم، تقدروا تشتغلوا باللي انتوا حابينه او اللي انتوا يريحكم. في ناس بتبقى عايزه حجمها يبقى صغير، في ناس بتبقى عايزه هي الكفته تحطها كده اتنين تلاته يبقى خلاص هو كده الكميه تمام جدا. اهو بصوا بكورها بمنتهى السهوله بالشكل ده اهو كده اهو، شايفين بالشكل ده. تعملوها حجمها كبير حجمها صغير، في الاخر اللي انتوا شايفينه او مفضلينه تعملوه اعملوه كده. كفته السمك جاهزه عندي على فكره، ينفع في المرحله دي. وانا كفته السمك عندي في المرحله دي كده اسيبها في اكياس ثلاجه واحطها في الفريزر، او يعني لما احتاجها اطلعها تفك ويدوب اشكلها بالشكل اللي انا عايزاه واحمرها او اعملها زي ما انا هعملها دلوقتي. تمام. طيب وينفع نشيلها زي كور كده زي ما احنا عاملين، يعني ينفع برضو نعملها في الفريزر ونشيلها كور بالمرحله اللي احنا عاملينها دي، نفرزها ونبدا ان احنا نطلعها لما نحتاج. هحط الطاسه كده عندي على النار وهبدا احط فيها شويه زيت. ايوه ناخد هبه معانا. ايوه ازيك يا شيخه. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل الحمد لله. انا بحبك جدا. وانا كمان بحبكم جدا جدا جدا. انا كلمتك امبارح. انا عارفه، انا بقول لك بوبا حتى صح؟ حبيبتي تنورينا وتكلمينا كل يوم. استعديتوا للعيد ولا لسه؟ ايه؟ استعديتوا للعيد ولا لسه؟ لسه. ده خلاص، ده يعني ده انا اتفاجئت امبارح ان فاضل لنا اسبوعين على العيد. لسه بقى بنحضر لسه. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. ايوه. استنوا بقى كمان الوصفات اللي هنعملها ان شاء الله في العيد، هنعمل وصفات حلوه جدا جدا جدا. ان شاء الله. الله يخليكي، قولي لي عندك اي سؤال؟ لا شكرا. حبيبتي شكرا. بصوا هنبدا بقى نحط الكور بتاعتنا كده بالشكل ده. اهو. شوية زيت. طبعا انا لما بعملها بالطريقة دي مش محتاجة ان انا اقليها في زيت غزير غير البيض والبقسماط. لو انا هسويها في بيض وبقسماط بالبيض والبقسماط كده اعملها بانيه، يبقى هحتاج ان انا اقليها في زيت غزير طبعا، ما فيهاش نقاش يعني. لكن لو بعملها كور كده انا هعملها زي ما انا شغالة دلوقتي. انا كنت سايباها كمان في التلاجة تتشمع شوية بعد ما كورت الكور دي. هبدا كده احط دي سخنت قوي بس ارجعها ورا شويه. هبدا كده احط الكور بتاعتي. بصوا هزوا كده الطاسه عشان تلاقوا لهم مكان، عشان ما تقلبوش بمعلقه او حاجه وتلاقوها فرفتت منكم وفكت وما بقتش لطيفه. اهو بصوا لحد بس ايه هي ماسكه وكل حاجه، بس برضو يعني ما بحبش اقلب الكفته كتير سواء سمك سواء لحمه، ما بحبش ان هي يبقى ايه يعني متقلبه كتير. اهو بدحرجها كده بس ايه، بحرك الكفته اللي عندي في الطاسه الثانيه. هبدا ان انا اعمل الصوص بتاعي. تقولوا لي حاجه؟
بتقولي ايه يا ياسر؟ انا مش سامعه الاسم. شمس؟ طيب معانا شمس. الو، ازيك يا شمس؟ الحمد لله. الاسم الحلو ده. الحمد لله. الاسم الحلو ده. وانا كمان يا حبيبتي بحبكم قوي. اسمك جميل. من فضلك انا عاوز اسمع عن طريق الهمبرجر. حاضر يا حبيبتي. عينيا. شكرا. حاضر يا حبيبتي. البرجر صح؟ اه. حاضر. شكرا. عفوا يا حبيبتي. صباحك زي الفل يا شمس. بصوا حطينا شوية زيت وبصل، هنجمع كل الأسئلة نجاوب عليها. وهبدأ إن أنا أحط فصين الثوم، شوية ثوم كده. أهو. تمام. شوية بشر ليمون هيدي ريحة وطعم فظيع. أهم نقطة زي ما قلت لكم إن هو ما يبقاش في الجزء الأبيض الممرر بتاع الليمونة. دي نقطة مهمة قوي. بصوا البصل والثوم والبشر الليمون مع الزيت طعم يعني ريحه فظيعه. بصوا بقلب بقى دي كده بالراحه كده. عايزه اجيب حاجه اقلب بيها اهو. بحاول كده احمرها من ناحيتين بالشكل ده. زي ما قلت لكم مش محتاجه زيت غزير، محتاجه زيت يبقى زي ما انا حاطه كده، مش كتير قوي اهو. اقلبها كده بالشكل ده، مش محتاجه مني اكتر من كده. معانا مين؟ مروه. مريم. يا مريومه. نعم. صباح الفل يا مريومه. صباح الفل حبيبتي. انا عايزه اعرف. عايزه ايه قولي لي؟ مريومه انا مستمعاكي. خط قطع. طب كلمينا تاني يا مارون. مريم. ماشي يا حبيبتي. بصوا انا كده تمام قوي. انا اديتها تشويحه زي ما انتم شفتوا كده. هبدا ان انا احط الخل، شوية خل، معلقة خل كده. وهبدأ أحط الطماطم المكعبات بتاعتي. يبقى احنا حطينا ايه؟ حطينا زيت، حطينا ثوم، حطينا بصل وبشر ليمون وشوية خل والطماطم بتاعتي. تمام؟ اهو بالشكل ده. هبدأ بقى أحط، عارفين نفس التوابل اللي احنا حطيناها كده في الكفتة، شوية بابريكا، شوية بهار سمك، شوية كمون، شوية فلفل اسود اهو، وشوية ملح مش كتير بقى، خلي بالكوا عشان انتوا حاطين في كفتة السمك. يعني في الاخر هنشوف محتاجين ايه اكتر ولا اقل. اهو كده بالشكل ده. وهبدأ احط شوية من صلصة الطماطم، هديها بس تقليبه. عصير الطماطم اهو بس كده، مش اكتر من كده. وهبدا كمان احط معلقه من الصلصه، معلقه واحده. بصوا كل ده بقى هسيبه يغلي مع بعض، وهبدا ان انا احط الكور بتاعه الكفته بتاعتي بعد ما اتحمر على الوش التاني عليه، وبس كده مش اكتر من كده. واخليهم يغلوا غلوتين مع بعض. طبعا السمك ما بياخدش وقت خالص السوى، فالموضوع مش هياخد اي وقت معانا. يبقى احنا كده خلصنا الصلصه، خلصنا كفته السمك بنفس الطريقه اللي احنا عملناها اهو مع بعض. وفي الاخر هنسيب دي تتشوح شويه ودي تتسبك شويه، وفي الاخر هنقوم حاطين الكور بتاعتنا على الصلصه اللي احنا عملناها. دي كده كانت كفتة السمك. قلنا ينفع تتعمل كفتة جمبري، ينفع تتعمل بالكاليماري، ينفع تتعمل ميكس، ينفع تتعمل بالبيض والبقسماط، ينفع تتعمل بصلصة. اديتكم كذا فكرة فيها ان انتوا تقدروا تشتغلوا بيها بالطريقة اللي تريحكم وتحبوها في الأكل في الآخر. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقية حلقاتنا مع بعض. استنوا.
بصوا حطينا خلاص الكور بتاعت السمك بالشكل ده كده في الصلصة، واسيبها بقى ايه تغلي كده كام غلوة معاها وتستوي. بصوا ميكس كده حلو، فيه توم وخل مع السمك وبشر الليمون، مديني طعم حلو قوي، في نفس الوقت مش هتلاقوا فيها زفارة خالص او اي حاجة تبقى مضايقاكم في الاكل. تعالوا بقى زي ما قلت لكم بقى، دي وصفة تنفع من اولها لاخرها صيامي على فكرة، يعني احنا ما حطيناش فيها اي حاجة، ما ينفعش صيامي من اولها لاخرها، ينفع ان انتوا تاكلوها برضو في الصيام اخواتنا المسيحيين اللي صايمين. طب تعالوا بقى النهارده هنعمل دلوقتي شوربه سي فود، هنعملها برضو بطريقه سهله وبسيطه مش محتاجه اي حاجه، اتطلبت مني كتير جدا وقلنا النهارده هنعملها. وبرضو الوصفه اللي جايه على فكره برضو من الحاجات اللي انتوا طلبتوها وقلنا ان احنا هنعملها مع بعض النهارده، يعتبر معظم المنيو من الحاجات اللي انتوا طالبينها. تعالوا نعمل شوربه سي فود بطريقه سهله وبسيطه. عندي سي فود مشكل، او انا لو عندي مثلا شويه جمبري على شويه كاليماري على شويه سمك، على فكره ينفع نوع واحد وخلاص، يعني اللي انتوا حابين تستخدموا بيه وتشتغلوا تستخدموه وتشتغلوا بيه تمام، انا ما فيش اي مشكله، هيمشي معانا في الوصفه. عندي فصوص ثوم مثلا حوالي 3 فصوص ثوم، وعندي زيت وثمره بصل صغيره وجزر وكرفس وفلفل حار وكرات وشبت واثنين معلقه دقيق وعصير ليمون وميه مغليه وكوبايه كريم. هقول تاني المقادير، عندي سي فود مشكل او زي ما قلت لكم سمك جمبري كلماري اي اللي موجود عندكم اللي انتم حابين تعملوا بيه الشوربه، وثلاث فصوص من الثوم مثلا، وعندي زيت وعندي ثمره بصل صغيره وجزر وكرفس وفلفل حار وكرات وشبت ومعلقتين من الدقيق وعصير ليمون وميه مغليه وكوبايه كريم. انا حطيت بس شويه زيت كده في الحله بتاعتي عشان تسخن عشان ابدا ان انا اظبط. هجيب احط الثوم كده وهبدا اجيب عندي الشبت والكزبره والكرفس والكرات والكلام ده كله، تمام. هقربهم كده عندي هنا وهجيب كمان الجزر. يبقى اول حاجه هحط الثوم عندي في الزيت، هحط شويه الثوم بالشكل ده كده، حوالي 3 فصوص ثوم كده مفرومين يعني هيبقوا تمام قوي. هبدا احط الجزر، هشوح الخضار اللي عندي، تمام، فلفل الحار الكرفس والكرات كده، لو ما عنديش كرات خلاص استخدموا كرفس بس بيدي طعم فظيع في الشوربه، من الحاجات يعني الحلوه قوي اللي حاولوا ما تستغنوش عنها في الشوربه، تمام اهو بالشكل ده. يبقى انا حطيت شويه زيت، حطيت ثوم، حطيت كمان كرفس وكرات وشويه جزر كده بالشكل ده. انا عاملاها كده الخضار ده لما كمان بيدخل مع الشوربه بيدي يعني طعم فظيع بجد، تمام. ممكن تعملوها شوربه سمك لوحدها، ينفع تعملوها جمبري لوحده، ينفع تعملوها ميكس موجود عندكم، تشتروا السي فود المشكل اللي انتوا حابينه. هبدا كده احط السي فود ده اهو، وهقلب كل الكلام ده مع الخضار اللي احنا حطيناه تحت اهو. البصل من الحاجات اللي مش اساسيه قوي، لو حابين ان انتوا تشيلوها وتستخدموا توم بس، انا عن نفسي بفضل ان هو يبقى بالتوم بس، من الحاجات اللي انا بحب يبقى التوم بس اللي موجود فيها. هلم كده الحاجات اللي احنا مش عايزينها دي بالشكل ده، بصوا بتاخد وتدي كده مع بعض. هبدا احط عليها شويه فلفل اسود، شويه ملح اهو، تمام. هجيب عصير الليمون وهجيب الدقيق. عندي هنا انا عايزه اربط شويه الشوربه اللي عندي، يبقى انا حطيت شويه زيت شويه ثوم، حطيت عليهم بعد كده الكرفس والكرات والجزر والكلام الجميل ده كله والفلفل الحار، وبعد كده نزلت بالسي فود او اي نوع سمك او جمبري او اي حاجه عايزه اشتغل بيها اقدر ان انا احطها لوحدها مفيش مشكله خالص، وبعد كده نزلت بالملح والفلفل وبهرتهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. حابين تزودوا كمون ينفع،
شويه بهار سمك. انا في الشوربه بتاعه السيفود ما بحبش احط بهارات كتير عشان بحب احس بطعم الكريمه كده مع السيفود من غير اي اضافات كتير. هحط معلقه دقيق بالشكل ده وهبدا ان انا الف معلقه الدقيق مع الشوربه اهو. بصوا هلف كده معلقه الدقيق مع الشوربه والزيت اللي موجود تحت عندي. تمام. هبدا بقى ان انا احط، ممكن انصص الكميه شويه كريمه وشويه لبن، ممكن استخدم كريمه بس، ممكن استخدم طبعا كيكه هنحط ميه، انا بتكلم على كوبايه كريمه ممكن احطها نصها كريمه ونصها لبن، ممكن احط مثلا لبن بس واشيل الكريمه لو مش موجود عندي، وكده كده هزود بميه. مين معانا؟ سوزان. ايوه معاك. سوزان صباح الفل. صباح النور عليك. الحمد لله. حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك الحمد ايه؟ الحمد لله كله حلو. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبكم جدا. اول مره تكلمينا يا سوزان؟ اه. ما الاسم ما حاسه ان هو ما كلمناش قبل كده. حبيبتي اهلا بيكي. قولي لي اي عندك اي سؤال؟ سوزان الو. شكرا يا حبيبتي. شكرا شكرا يا حبيبتي. بصوا اهو كفته كده تمام جدا، انا مش محتاجه اكتر من كده في الكفته، انا تمام قوي كده مش محتاجه اكتر من كده. وبحب الصلصه بتاعتها تبقى ماسكه نفسها، مش يعني مش ميه كده، فبحب اللي هي ايه تبقى ماسكه نفسها شويه. تعالوا نشوف عملنا ايه تاني في الشوربه. نعيد تاني عملنا ايه. حطينا شويه زيت، نزلنا بفصين ثلاثه من الثوم، حطينا عليهم فلفل حامي، جزر، كرات، كرفس، قلبت كل الكلام الحلو ده مع ملح وفلفل، وبعد كده نزلت بالسيفود او اي نوع سمك او جمبري انا هشتغل بيه او اي حاجه، وبعد كده حطيت عليه معلقه دقيق، عفرتهم بمعلقه دقيق، قلبت معلقه الدقيق مع كل الكلام الحلو ده، وبعدين نزلت بنص كوبايه كريمه، ينفع نشيلها خالص ونحط مكانها لبن، وزودت ميه زي ما انتم شفتوا كده. ودلوقتي هحط شويه شبت. تمام. هحطهم يغلوا كده غلوه مع السيفود طبعا، ولا بتاخد اي وقت خالص. وفي الاخر اهو خلاص، قبل ما هرفعها بشويه هحط عصير الليمون عليها كده. تمام. الشوربه عندي زي الفل. نشيل بقى الحاجات دي خلاص مش محتاجينها اهو. حاضر. اوكي. ممكن كمان نقدم كور السمك واحنا بنجاوب على الاسئله. قولوا لي عندنا ايه. طب البرجر، البرجر هنجيب اللحمه المفرومه ونكون فرمنها ناعم جدا. اهم حاجه في البرجر والكفته يا جماعه بيبقوا مفرومين ناعم قوي، وشين او ثلاثه كمان، يعني يبقى انعم حاجه ينفع نعملها. تمام. وهنحط عليه البرجر ما بيتحطش عليه بصل، من المعلومات اللي الناس مش عارفاها وبتعملها وما بيطلعش مظبوط معاهم. البرجر ما بحطش عليه اي نوع من انواع البصل، بحط عليه بهارات، ملح، فلفل، بحط شويه توم بودره، بصل باودر، بحط عليه معلقه مستردة، معلقه كاتشب، انا بعمله بالطريقه دي لو جربتوها هتلاقوها هيعجبكم جدا، وبحط عليه بضايه، وبضرب كل الكلام ده مع بعض في الكبه، بنعمه تماما، بنعمه جدا، وبعدين ببدا ان انا اكبسه في المكبس بتاع البرجر. ينفع نحط له صوص باربيكيو جوه اللحمه المفرومه، ينفع نحط مستردة، ينفع انا بحط معلقه مستردة كبيره ومعلقتين من الكاتشب، بتسكرهولي جدا وبتخليهولي طعمه حلو قوي. فتقدروا ان انتوا تعملوا كده او تحطوا باربيكيو صوص مثلا برضو مع البديل للكاتشب اللي انتوا هتحطوه. تمام كده. ما بيتحطلوش بصل عشان هو مش كفته، فبرضو النقطه دي خدوا بالكم منها، ناس كتير بتعملها فبيقلب كانكم عاملين كفته. تمام. بصوا هرص كده الكور اللي عندي بالشكل ده، تقدروا تعملوها اي حجم انتوا حابينه، انا عاملاها حجمها كبير شويه عشان انا عايزاها يبقى تغيير الحجم ده شويه اهو. وطبعا كل ما عملناها حجمها كبير فبالتالي
يعني هتبقى مثلا بدل ما باكل واحده او اثنين، لا انا باكل بدل سوري ما باكل اربعه او خمسه، انا باكل واحده او اثنين. فعلى حسب العدد اللي موجود عندكم تقدروا تعملوها بالعدد، تقدروا كده زي ما انا بعمل كده. اي حاجه هبدا بقى اجيب الصوص بتاعي، وزي ما قلت لكم انا الصوص بتاعي بصوا مش عايزاه يبقى سايب قوي، انا عايزاه يبقى متسبك كده حلو في بعض مع الطماطم اللي احنا مقطعينها بالشكل ده. هبدا ان انا احط عليه الصوص كده. حابين تخلوه طبعا سايب عن كده براحتكم، انا بحبه بالشكل ده بيبقى لطيف قوي. تمام. حابين برضو تعملوها مع مكرونه بالشكل ده وتبداوا ان انتوا تحطوا مثلا عليها المكرونه المسلوقه في الصوص الاحمر اللي احنا عاملينه ده ينفع، يعني مش لازم تعملوا مكرونه منفصله، هي في نفس الصوص اللي احنا عاملينه ده ينفع تحطوا عليها مكرونه مسلوقه. بقى عندكم مكرونه مع كرات كده سمك برضو هتبقى لطيفه قوي. كده احنا قدمنا السمك، كفتة السمك بالشكل ده، ممكن بشوية شبت كده اكسر بس اللون الاحمر ده اهو، شوية شبت كده لطيف، والشبت بيبقى حلو جدا مع كفتة السمك، مش هكتر اكتر من كده. تعالوا نقدمها. طبعا لو حابين عصير ليمون برضو هيبقى تمام قوي، لو انتوا حابين ان انتوا تحطوا عليها ليمون برضو هتبقى حلوة قوي اهو بالشكل ده كده. وتعالوا نشوف الشوربة. انا الشوربة عندي خلاص هي غلوتين مش اكتر من كده، انا مفيش حاجة عندي تستوي السوى الفظيع اللي انا اسيبه وقت. سوري معلش بس بقى المغرفة سابني كده اروح اقلب بتاع بالمصفى. ماشي بصوا هقلب كل الكلام ده مع بعض اهو بالشكل ده. بص طبعا ما تسيبوهاش كتير على النار، لان الحاجات السمك لما بتتساب زياده عن اللزوم على النار بتبقى عامله زي الكاوتش، فما تسيبوهاش كتير على النار، احنا مش محتاجين ان احنا نسيبها على النار كتير. تمام. انا هسيبها بس تغلي غلوتين كمان، انا عايزاها تتقل شويه تبقى كريمي شويه، يعني بصوا كل مدى بتتقل شويه دقيقتين كمان بس ايه، هتاكد ان الجزر دخل شويه كده يعني يتعض معايا ما يبقاش ناشف والكلام ده كله، وبعدين هبدا اقدمها مع بعض. احنا كده جاوبنا على البرجر، والهريسه هنعملها مع بعض الاسبوع اللي جاي عشان برضو تبقوا شايفين خطواتها، عشان ليها خطوات تقدروا تمشوا عليها عشان تظبطوها مظبوط. كده خلصنا الكرات السمك وخلصنا كمان الشوربة، هنسيبها تغلي غلوتين لحد ما نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل هنعمل مع بعض الباستا بالجمبري زي ما طلبت مننا كتير جدا، وقلنا ان احنا هنعملها ان شاء الله، هنعملها مع بعض دلوقتي وكمان هنقدم الشوربة بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض كفتة السمك وقلنا ينفع نستخدم فيها جمبري أو كاليميري أو أي نوع بحريات أنتوا بتحبوه، وعملنا كمان شوربة السيفود بطريقة سهلة وبسيطة، وتقدروا برضو قلت لكم إيه البدايل اللي أنتوا تشيلوا الكريمة تحطوا إيه، يعني ممكن تقدروا أن أنتوا تخلوا كل حاجة موفرة زي ما أنتوا حابين أو تستخدموا كل الحاجة اللي موجودة عندكم في البيت بطريقة صح. تعالوا نشوف مكرونة الجمبري، مكرونة بالجمبري نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي مكرونة شرايط، تقدروا برضو تغيروا نوع المكرونة لو حابين بس دي بتبقى حلوة قوي معاها. وعندي كمان جمبري هقشره والقشر بتاعه هغليه في مية عشان اخد الشوربة بتاعته، وملح وفلفل وبابريكا وكمون وشوية شطة، شطة طبعا حسب الرغبة، وزيت وزبدة وثوم مفروم، وعندي كمان معلقة دقيق ونص كوباية كريم. هقول تاني المقادير، عندي مكرونة شرايط، جمبري مقشرينه والقشر بنغليه في مية عشان نستخدمه كمرقة، وملح وفلفل وبابريكا وكمون وشطة وزيت وزبدة وثوم مفروم، ومعلقة دقيق ونص كوباية كريمة. قبل ما هعمل أي حاجة هبدأ إن أنا أقدم الشوربة بتاعتي. بصوا قوام كده زي الفل، حلو جدا شايفين،
تمام جدا، انا مش محتاجه اكتر من كده، تمام قوي كده. تمام، تعالوا بقى نقدمها. هشيل بس كده دول على جنب. هجيبها هنا احسن، معلش عشان ايه ما تضايقنيش. هبدا ان انا اقدم الشوربه بتاعتي كده بالشكل ده. شايفين القوام عامل ازاي اهو؟ قوامها حلو جدا. ممكن على فكره تحطوا فيها كمان مكعب مرق لو حابين، خضار او سمك، او انا بحس ان هي مش محتاجه خلاص، ما ده اللي احنا كل السمك ده نزل البهريز بتاعته هيبقى زي الفل. لو برضو عندكم جمبري قشرتوه، القشر بتاع الجمبري بيعمل شوربه تجنن، حطوه في ميه واغلوه هيطلع عندكم احلى مرقه. تستخدموها بقى في كل حاجه، لو بتعملوا مكرونه، لو بتعملوا كشك، لو بتعملوا اي حاجه فيها في الحاجات اللي هي بتاعت البحريات دي تقدروا انتوا تستخدموها فيها، تبقى حلوه جدا. اهو هحط بقى شويه الشوربه اللي فاضلين دول. تمام قوي كده، حط شويه السي فود اللي فاضلين. تمام قوي كده، وهبدا ممكن ازينها بالليمون اهو. ممكن اخلي ليمونه كده بالشكل ده هتقع. تمام، استنوا افتحها احسن. هفتح طرفها كده بالسكينه، هزين بيها طريقه كده بسيطه وسهله، مش محتاجه اي حاجه. اهو بالشكل ده. ممكن اخد دي وبرضو هزين واحده تانية الناحيه التانيه اهو. لو في اي جمبري ولا حاجه عايزين تزينوا بيه ينفع تزينوا برضو بيه لو حبيتوا. تمام قوي كده، تعالوا نوديها هناك نقدمها. بالشكل ده. وتعالوا دلوقتي نعمل الباستا اللي بالجمبري. اول حاجه هقشر الباستا الجمبري اللي عندي، والقشر بتاعه هستخدمه كشوربه، هحطه في ميه واغليه واسيبه يغلي مع شويه كده كمون ونفس البهار بتاعنا وشويه شطه، ولو مكعب مرق خضار، الكلام ده كله هسيبه يغلي مع بعض، هيبقى عندي مرقه جمبري اللي هي دي هستخدمها. شايفين اهو انا اخده القشر بالراس بكل الكلام ده كله وبغليه في ميه زي ما انتم شايفين. تمام اهو، شايفين واضح عندكم الدنيا عامله ازاي. سبتها كده تغلي، وبعد كده هقوم مستخدماها في الوصفه اللي عندي اهو. بصوا أهو بالشكل ده كده، حاطه الراس بتاع الجمبري بالقشر بالكلام ده كله بيغلي مع بعض. شوربه تجنن، يعني خساره نرمي القشر، نبقى بعد كده نعمله كده، لان هو فعلا بيدي طعم حلو قوي. تعالوا بقى في شويه زيت كده مسخناهم اهو، حط شويه زيت كده في الطاسه ونبدا ان احنا نعمل، حط مكعب برضو زبده كده بيدي تيست حلو. وهبدا ان انا احط الثوم بتاعي، ومش عايزه الثوم بتاعي لونه يغير، انا عايزه احط الثوم وهنزل بالجمبري. الجمبري اللي مقشرينه اهو بالشكل ده. تمام كده اهو. يا حاجه فاطمه عليك. عليكم السلام يا حاجه فاطمه، يا جميله انت. امبارح اتصل عليك ما تسمعنيش، اقول الو الو وانت واقفه تقولي على البطاطس والله ما سمعتكيش. والله والله وخلصت وانا على التليفون. والله يا حاجه فاطمه ما سمعتكيش والله. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حاجه فاطمه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله. اليوم ما ينفعش يفوت من غير ما اكلمك واشوفك. ولا احنا والله العظيم اليوم ما ينفعش يفوت غير لما تكلمينا يا حاجه فاطمه جميله. ربنا يخليك يا الله يخليك يا حاجه فاطمه. عاملين اكل ايه النهارده يا حاجه فاطمه؟
لا شكرا على الشوربه اللي بتعمليها دي. الله يخليكي. عاملين اكل ايه النهارده؟ والله انا عجنت فطرتين قلت نعملهم وناكل جنبهم عسل. ده ايه الجمال ده؟ يا سلام على الحلاوه. الف هنا حبيبتي، الف هنا. بعملهم مع الحله اللي بتبقى على البتجاز من فوق دي، عارفها؟ ايوه ايوه، الف هنا، بتطلع جميله. بتهلي. المهم اللي بتهلي. عامل يا حاجه فاطمه، مش المهم الحلل والكلام ده. فاكره الحله اللي لها غطا دي؟ ايوه ايوه، كانوا كان زمان في كام حله كده، وحله الكسكسي والكلام الجميل ده. مش الحله اللي بالكهرباء دي بنحطها على البوتاجاز من فوق كده. أيوة. بتعمل أيوة. حاجه بسرعه. لا والله عارفاها طبعا، دي من الحلل القديمه اللي كان اهالينا زمان كانت عندهم منها. انا بستسهلها بقى بدل ما اقعد اقول لها الفرن راح عاملاها عليها على طول. بصي سيبك انت، اللي بيعمل هو الموضوع كله يا حاجه فاطمه. الله يكرمك. مش الحلل خالص. حبيبتي حاجه فاطمه، صباحك زي الفل. يسعد صباحك يا ابو. صباحك جميل يا حبيبتي. صباحك جميل. العافيه. الله يخليكي، تسلمي حبيبتي. بصوا احنا رفعنا الجمبري بالثوم، وحطيت في نفس الطاسه حطيت معلقه الدقيق اللي انا هعفر بيها. حط كده شويه دقيق عشان المعلقه دي صغيره قوي. هحط معلقه دقيق واحده كبيره، وهبدا ان انا اطلع كل البهاريز اللي في الطاسه اللي عندي. بصوا الثوم بالكلام ده كله بالشكل ده، وابدا انزل بالكريمه قبل ما هبهر، قبل ما هعمل اي حاجه. واللبن هحط كده شويه، انا نصصت الكميه، شويه كريمه وشويه لبن اهو. طب لو انا معناه مش عايزه اعمل ايه، هعمل لبن مكان الكريمه مع المرقه اللي انا هزودها دلوقتي. بصوا اهو، يبقى انا حطيت معلقه ثوم مع شويه زيت، وبعد كده نزلت بالجمبري، ما بهرتش لسه حاجه خالص، شوحت الجمبري زي ما انتم شايفين كده، وحطيت مكان الطاسه اللي انا شلت منها الجمبري، حطيت معلقه دقيق كبيره، وقلبتهم مع الزبده والزيت وبواقي الحاجات بتاعه تحمير الجمبري، ونزلت بالكريمه. طب عايزه احط شويه شوربه، هبدا بقى اجيب كده ايه المصفى، واخد شويه من الشوربه بتاعت الجمبري. طب لو جايبه جمبري مقشر ومعنديش شوربه، هتزودوا ميه في المرحله دي. تمام اهو، هشوف كده محتاجه تاني ولا لا. اهو هسيبها كده تربط شويه مع بعض. في المرحله دي هبدا احط شويه بهارات، مش هبهر يعني، انا رشات كده من الحاجات اللي انا قلتها لكم، مش عايزه اغير اللون قوي، فيا دوب رشه من كل حاجه، وملح طبعا، رشه برضو بسيطه فلفل اسود، مش اكتر من كده، حط بس شويه ملح. طبعا لو حابين تزودوا مرقه خضار ينفع تزودوها، هتبقى برضو لطيفه قوي. وهقلب كل الكلام ده كده مع بعض. حاضر، ما خلصت. تمام، وهحط الجمبري اللي احنا شوحناه. جمبري ما بياخدش يا جماعه 3 دقايق على النار، فعشان كده يعني بحبه يتشوح وبعدين انزله دقيقه ولا دقيقتين مع الصوص، واحط المكرونه وكده هيبقى تمام عندي خالص، مش محتاجه اكتر من كده. ممكن تضيفوا برده شويه شبت كده او بقدونس جوه، بحط ساعات بقدونس مجفف برضو بيبقى حلو قوي. عندي المكرونه اللي انا سلقاها، مكرونه شرايط بالشكل ده كده اهو. تمام، تقدروا تستخدموا اي نوع مكرونه انتوا حابينه، لو حابين تغيروا. وهبدا ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعض. هجيب بس حاجه اقلب بيها كده اهو، شايفين صوص كريمي جدا، خلي بالكم ما تخلوهوش تقيل زي كانه بتاكلوا دقيق. بصوا لونه بينك كده من الشوربه كمان بتاعت الجمبري، لون الجمبري كده شايفين، حلو جدا. بسيبه خلاص يغلي غلوتين مع الصوص كده زي ما انتم شايفين، بيتشرب
الصوص وهبدأ يلا نغرف المكرونة بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. ممكن برضو في الاخر زي ما قلت لكم تحطوا فيها بقدونس مجفف، ممكن تحطوا شوية ريحان مجفف، ممكن تحطوا فريش اللي انتوا شايفين. انا بس ايه يعني هفضي الدنيا كده هنا عشان نعرف نغرف براحتنا اهو. هوسع دول كده على جنب ويلا بينا نقدم المكرونة بتاعتنا. هشيل بس نضف لكم الدنيا كده اهو وهبدا اقدم المكرونه. عندي طبق كده بالشكل ده، اي طبق انتوا حابين تستخدموه، او لو حابين مثلا تبقى في سيرفيس كبير برضو تمام اهو. في الاخر بنضف الطبق اهو، هحط الباستا بتاعتي. شايفين كريمي خالص ازاي؟ براحتكم طبعا، عايزين تخلوا الصوص كتير الصوص قليل، كل ده انتوا تقدروا تحكموا فيه اهو. هحط بس الباستا وابدا احط الحاجات كلها، الجمبري والصوص اللي فاضل بالشكل ده اهو كده. هنضف بس الطبق ونبدأ كل اللي فاضل في الطاسة عندي كده بالشكل ده اهو. الصوص كريمي ويجنن بجد، الصوص حلو جدا اهو. هبدا كده، شايفين عامل ازاي؟ طبعا كميه الجمبري انتوا اللي تقدروا تتحكموا فيها بالشكل ده كده اهو اهو تمام قوي كده. هنضف برضو اللي وقع ده ممكن نزينها شريحة ليمون كده نحطها بالشكل ده، ممكن احط الشبت احسن، حاجة بسيطة خالص كده مش اكتر من كده، حاجة يعني لا تذكر كده تمام. هبدأ بقى احط ممكن الجمبري ده اهو كده زين بيه. تقدروا تعملوا اللي انتوا حابينه، يعني اللي انتوا شايفينه شكله مناسب تقدروا اللي انتوا تعملوه وتشتغلوا بيه، هيبقى الدنيا لطيفة قوي. تمام تمام قوي كده. انا كده الباستا عندي زي الفل، مش محتاجة اي حاجة تمام كده. تعالوا بقى نقدمها جنب الحاجات اللي احنا عملناها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا جعت اصلا، الريحة كمان فظيعة بجد. تعالوا بقى نقدمها كده جنب الحاجات اللي احنا عاملينها. جعتوا؟ انتوا كمان جعتوا؟ ينفع كل حاجة والله، ينفع نحط أي حاجة احنا حابينها فيها برضه. بيسألوني بس ينفع نغير الجمبري، نحط صبيت، نحط حاجة؟ طبعا ينفع نعمل كل حاجة. احنا النهاردة عملنا ايه مع بعض؟ طبعا شوربة الجمبري دي ملحوها بقى وظبطوها كده في كوبايات جنب الاكل، هتبقى طعمها يجنن. عملنا ايه النهارده؟ عملنا كفته السمك وعملنا مكرونه بالجمبري، اتطلبت مني كتير جدا فقلت النهارده لازم اعملها لكم. وعملنا كمان شوربه سي فود اللي اتطلبت مننا، تقريبا المنيو كله النهارده اتطلب مننا كذا مره. زي ما قلت لكم اللي ينفع كله يتقلب صيامي، ينفع نشيل الكريمه من شوربه السمك واللبن والكلام ده كله ونعمله شوربه بمرقه وخلاص، وممكن نعمل عليها كمان معلقه صلصه تبقى بالصوص الاحمر، هتبقى صيامي تماما. ينفع الباستا
نقوم شايلين الكريمة وعاملينها بالثوم والطماطم والجمبري والكلام ده كله وشوية كزبرة كده من غير أي حاجة، من غير زبدة، من غير الكلام ده كله، هتبقى جمال. مع الشطون هتبقى برضو ينفع صيامي، وينفع نعملها نقلب الوصفة بدل ما تبقى فيها لبن وكريمة والكلام ده كله، نعملها من غير كل الكلام ده. يا رب يكون المنيو النهاردة عجبكم. بكرة إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة ويوم جديد من الطبق طبقنا. استنونا.